ماجنتيك لاحظوا هون احنا احتجنا نكون ماجنتيك فلكس دنسيتي. شو رمزتلها بالرمز؟ بي. وحدتها تسلا. وحدة الماجنتيك فلكس دنسيتي بي هاي تسلا الوحدة تبعتها. والإشارة السهم الصغير نص السهم هذا شو بدلني انه بي ايش؟ فيكتور. وهذه اسمها ماجنتيك فلكس دنسيتي. من كلمة density بنفهم انه هي كثافة، يعني بدي اياها اشي تكون مركز في منطقة معينة. كل ما ركزت magnetic flux اكثر في منطقة صغيرة صار عندي magnetic flux density اعلى، ووحدتها بستعملها T. في طريقتين حتى اولد هذا magnetic flux density. تذكروا ان حكينا بدنا magnetic flux density حتى يتكون force. كل ما زادت الكرنت كل ما زاد الماجنتيك فلكس دنسيتي شو بنتج عندي؟ فورس اعلى. وطبعا هذول كل ما زاد عدد الوايرز اللي موجودين هون بصير عندي تورك اعلى، لانه كل الفورسز هاي راح تجمع. في عندنا تو طريقتين حتى نولد الماجنتيك فلكس دنسيتي، تو ميثودز. اذا تو ميثودز تو برودوس بي. الطريقه الاولى اني استعمل تو يوز ا بيرمننت ماجنت زي ما بدينا منه. يعني مادة هي بطبيعتها فيها magnetic flux density، مادة مغناطيسية. إذا هون بنستعمل permanent magnet. والpermanent magnet هو الطريقة المحبذة المفضلة الآن. والpermanent magnet بكون عادة له high، هاي نسميها retentivity، كمية الماجنتيك flux اللي موجودة فيه، وhigh ايش اسمه coercivity. له خصائص معينة الكيرمنت ماجنت، هذا له خصائص معينة مناسب without the need اني ارف عليه كويل، no need اني احط عليه كويل. لاحظين هذا ما حطينا عليه اي كويل، هو بطبيعته magnetic flux. اذا without the need for a كويل. لكن الطريقة الثانية ايش هي؟ بنستعمل بدل بيرمنت ماجنت ايش اسمه؟ الكترومغنت. إذا الطريقة الثانية إني أستعمل الكترومغنت. الآن خف استعماله، كان زمان قبل وجود سترونج بيرمنت ماجنت كنا زمان دائما نضطر نستعمل الكترومغنت. الكترومغنت إذا بلف كويل ويراب أو ويراب. راب ايش يعني تراب؟ ألف زي ما بلف الهدية راب ايه؟ كويل اراوند. ايش لازم تكون الماتيريال اللي بلف حواليها الكويل؟ فيروماجنتيك ماتيريال. اذا اراوند اي فيروماجنتيك ماتيريال. اذا هون راح ارسم شكلها هي هيك، انا عندي هي الماده. راح نيجي نجيب سلك هذا السلك ايش لازم نمرر فيه؟ كرنت. اذا نمرر فيه كرنت وباس كرنت. وكل ما الكرنت زدته شو بزيد عندي؟ لكن بوصل مرحله معينه حتى لو زدت الكرنت ايش بصير؟ شو سمينا هاي؟ بنسمي هاي الحاله؟ ساتشوريشن. بصير عندنا ساتشوريشن، بصير عندي ساتشوريشن بلحظه معينه حتى لو مررت كرنت اضافي خلص ما بقدر اجيب. اذا تو ميثودز، اذا عندي بيرمننت ماجنت دي سي موتورز او الكترو ماجنت دي سي موتورز.